السلام عليكم، اخباركم ايه؟ منورين دايما معايا هنا في اليوتيوب، بسعد بيكم في كل وقت وفي كل اوان. يا مرحب يا مراحب، يا اهلا بمين يشارك معايا هنا في اليوتيوب في كل لحظه وفي كل اوان. طبعا في البدايه لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل جرس التنبيهات، واذا كنت ادنى شك فضلا منكم وليس امرا مني وابدا لن يكون. ندخل في الموضوع على طول، ندخل كده جري 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 جري. احمد حسن احد يعني نجوم الفترة الذهبية للمنتخب المصري من 2006 حتى 2010، وكان أحد أو كان عميد لاعبي العالم، أكثر لاعبي العالم أداء مباراة الدولية، وإعلامي ديواني ومحلل. طلع قال لنا خبر مهم جدا إن موسيماني يجمع متعلقاته من شقته أو مسكنه اللي في الشيخ زايد. تعرفين إن النادي الأهلي دايما بيقعد المديرين الفنيين بتوعه في فندق بجوار النادي. الوحيد اللي رفض هذا الامر وصام يقعد في بيت واختاره يعني بنفسه كان موسيماني، وقعد في فيلا في الشيخ زايد. طيب دلوقتي احمد حسن قال الكلام ده، النادي الاهلي ما طلعش قال حاجه والامور ماشيه تمام و و و و في نفس الوقت طلع حازم الحديدي اللي هو ما تعرفش هو ايه دوره بالظبط، لكن قالك انا تواصلت مع اخونا موسيماني وسالته فعلا، قال له انا قاعد بتغدى اهو في بيتي ومفيش اي حاجه والامور تمام، فهو بينفي كلام احمد حسن. الغريب انه حازم الحديدي مرافق دائم للكابتن احمد حسن في كل الاوقات والاحتفالات التي ينظمها الكابتن احمد حسن، هناك حازم الحديدي، وإذا كان هناك حازم الحديدي فهناك أحمد حسن. ومع ذلك اللي نفى أحمد حسن هو حازم الحديدي، ودي إشارة مش مفهوم غرضها. هل محاولة للم الحكاية؟ مش عاوزين الموضوع يفرط قبل مباراة النيجر فيبقى حد من المقربين بقى هو اللي يطلع ينفي، الله أعلى وأعلم. لكن أنا عاوز أقول لكم خبر تاني. الخبر بيقول إنه كابتن محسن صالح وأعضاء لجنة التخطيط اللي بيترأسها محسن صالح طبعا هيعملوا طلبوا عقد اجتماع مع موسيماني فور انتهاء مباراة النيجر. لو انت بتشتغل على البازل كده الحاجات الالغاز دي وتجمع الصورة تقول ان في الامر امر، لكن دلوقتي قبل بتاع على طول كده قبل الدوري مش عارف هل النادي الاهلي يعملها، لكن الاشارات كلها غريبة تحصل. كابتن الخطيب يجوز انه قلقان على مباراة القمة، ان الكرتوني يبقى مركز مهتم فيفوز، فيبقى ده يؤدي الى مشهد مش هيبقى حبه قبل الانتخابات بتاعة النادي الاهلي. خلي بالك النادي الاهلي فتح باب انتخاباته يوم 16 و17 ودي 18 ولم يترشح احد حتى الان. خلاص طبعا بنسبة كبيرة جدا 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 انه ممكن على الاقل منصب الرئيس في النادي الاهلي يبقى بالتزكيه وياخد بيه ياخده الكابتن محمود الخطيب، لكن برستيج الكابتن محمود الخطيب ما يحبش انه يخسر من الزمالك في ايه المباراه الاولى في الدوري او ثالث مباراه يعني في الدوري، ويبقى بقى يدخل جو منافسه مش عارف ايه وايه وايه، كلها امور يعني ايه على المحك. عشان كده الكابتن الخطيب ممكن يبقى جاهز باكتر من خطه، ما بين التانيب والتغليظ وبين الرحيل وبين اي حاجه يعني، وخصوصا انه في غضبه انا مش فاهم معناها من جمهور النادي الاهلي تجاه موسيماني. خلاص لو هم شايفين كده، لو جمهور الاهلي عاوز يمشي موسيماني كابتن الخطيب هيمشي موسيماني، عشان بس نقفل اي ابواب ولا اي حد هيفرق في الموضوع لا من يمين ولا من فوق ولا من تحت، طالما جمهور الاهلي قال شاور والسوشيال ميديا اشتغلت واستاذ جمال جبر بلغ الكابتن الخطيب باراء السوشيال ميديا هينفذوا. مباراة النيجر اللي جاية مباراة على المحك، طب هو الاهلي يخسر؟ الاهلي ما يخسرش الطبيعي، لكن هم دلوقتي بقى عاوزين اداء. يعني مش زمان كانوا يقولوا الاهلي ما يبحث الا عن الفوز، دلوقتي يقول لك لا انا عاوز الاداء والفوز. طب افوز؟ يقول لك لا بس فين الاداء. طب ادي؟ يقول لك طب فين الفوز. تعبين الراجل ماشي، اما نشوف الامور رايحه فين. ان كان انا بالنسبه لي الموضوع بتاع موسيماني ممكن يبقى يعني على بعد خطوات بسيطة من الرحيل، وانا قلت الكلام ده واتصور اللي معايا هنا دايما يبقى عارف الحكاية دي، انا قلت ان موسيماني نتيجة النيجر ومن ثم نتيجة القمة قد تعجل برحيل
موسيماني يعني لأداء السيء قصاد فريق النيجر الحرس الوطني وخسارته قصاد النادي الزمالك في الأسبوع الثالث معناها رحيل موسيماني، رغم ان الكابتن خطيب في الغالب وقتها هيبقى فائز بمنصب رئيس النادي الاهلي بالتسكية ويمكن المجلس كله. لا، المجلس كله بقى فيه مشاكل. في خالد الدراندلي كلام قوي جدا 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 انه خارج قائمة الكابتن محمود الخطيب، رانيا علواني خارج قائمة محمود الخطيب، في كلام برضو عن محمد سراج الدين انه خارج قائمة محمود الخطيب. كلها امور دلوقتي هو موقفهم كده صف وبيختار، محدش بينافسه فمحدش يعني يزعجه، فبالتالي انا بقى اختار اللي يبقى قاعد معايا على الترابيزة يسمع كلامي وما يعمليش ازعاج و ايا كانت الصياغه اللي بيفكر فيها الكابتن الخطيب، لكن هو موقفهم طابور كده لا مش عاوز، مش عاوز. رانيا علواني طبعا بره الموضوع، وجوهر نبيل بره الموضوع، وخالد الدراندلي بره الموضوع، وفي كلام انه كمان محمد سراج الدين اللي كان عامل مشكله مع تركي الشيخ بره الموضوع، رغم ان خالد الدراندلي علاقته كويسه بتركي الشيخ، يعني هو بيخرج الوحش والحلو، اللي على علاقه سيئه بتركي الشيخ واللي علاقه كويسه بتركي الشيخ، فما اعرفش هل تركي الشيخ له يعني اثر او اثار جانبيه في اختيارات الكابتن الخطيب فيما يخص المجلس الجديد، الله اعلم. لكن الانتخابات القديمه تركي الشيخ، الوزير تركي الشيخ كان له يد العليا في الدعايه و المره دي ممكن مش في دعايه ومش في مصاريف من اساسه للكابتن الخطيب على الاقل. الكلام بقى ان خالد الدراندلي غضبان جدا من الحكايه دي وعاوز يرشح نفسه، لكن على الورق او في الفعل مفيش حاجه ظهرت لغايه دلوقتي. ممكن تتحل المشكله ويختاروا ينقيه ويقول له تعالى. فانا ما اعرفش ايه اللي هيجري لغايه دلوقتي في انتخابات النادي الاهلي، لكن هي انتخابات يعني بصابع رجل او بضفر رجل الكابتن الخطيب كده او بالكعب كده هيفوز بيها. يعني تعرفين اهداف الكابتن الخطيب كانت تحب الكعب واللمسه والشوطه الجميله، بصراحه جاب جوان حلوه قوي للامانه. يعني طبعا انا ما كنتش حاضر على الهواء او بتفرج على التلفزيون في وقتها، كنت طفل صغير يعني، لكن لما بشوف الفيديوهات وبتاع المرسى التونسي ده الكوره ومنتخب التونسي برضه الشوطه اللي بره ال 18 الروعه الجباره دي، لا ابداع بصراحه. عملها كوارش في الزمالك برضه، لكن بصراحه اهداف الكابتن خطيب حلوه ما اقدرش انكر. يعني نختلف مع بعض من هنا للسنه الجايه في الجزء الاداري، لكن الحقيقه هو على المستوى الفني طبعا نجم كبير لا شك في هذا. فالكابتن خطيب موقف بقى الناس كلها طابور، اخدك ولا ما اخدكش، اخدك وما اخدكش، ده مزعل البعض. خالد مرتجي كان الكلام انه عاوز يبقى نائب، لكن يبدو ان عمرو فاروق هو اللي هيكون نائب. تفاصيل كتيره هتبان كلها 3 ايام وهنعرف الحكايه كلها. خلاص، بمناسبه مباراه الزمالك والاهلي ان شاء الله تعالى هتبقى يوم 5 نوفمبر، انا عيد ميلادي 1/11 1 نوفمبر، لكن هي يوم 5 بقى، وطالما ومش بعيد عن عيد الحب 4 نوفمبر، فازاي كل اعياد مش حلو. ف 5 نوفمبر كده نجهز بقى، نجهز نفسنا للفوز ان شاء الله. تعال بقى اروح لاخبار الزمالك، ولكن قبل ما اروح ايه تضرب اللايك المتين على راي مين اللي بيقول لك في حد من اليوتيوبر الجمال اللطاف بتاع الرياضه مش فاكر اسمه، ممدوح، هو حد اهلاوي بس محترم يعني بيقول كلام مقبول جدا يعني. المهم اللايك المتين بقى نروح للزمالك. كارتيرون بيلجأ لايه؟ لتحويلات اجباريه. انتوا عارفين الطرق يقول لك تحويله اجباريه، تحويله في الطريق لانه في اصلاحات هنا، فهو كارتيرون بدا يعمل التحويلات الاجباريه. يعني ايه تحويلات اجباريه؟ عنده زحمه في مكان فقال لك لا احنا نعمل تحويله، بدل ما يبقى الطريق عامل كده لا خلي الطريق يجي من هنا يحول كده وبعدين يقطع هنا على ما تصالح الحته دي الحاجات دي. فهو ايه التحويله اللي عملها؟ غير في المراكز. لا، اكتشف انه طبعا عنده اناجم وعنده زيزو وعنده شيكابالا وعنده محمد مصطفى فتحي وعنده عبد الله جمعه بيلعبوا في مكان واحد. طب نعمل ايه؟ قال لك لا غير. غير ازاي يا فندم؟ قال له اقول لك يا سيدي غير ازاي. قرر انه مصطفى فتحي وشيكابالا ينافسوا اوباما في مركز 10، فدول هم اللي هيبقى الموسم اللي جاي الاساسي بتاعهم مركز 10، مصطفى وشيكابالا ومعاهم اوباما. حلو. طب وعبد الله جمعه؟ قال لك لا عبد الله جمعه مع رزاق سيسي اما يرجع يروحوا عند اشرف بن شرقي، يبقى الثلاثه دول بيشتغلوا على ان دول مكان اشرف بن شرقي، اشرف بن شرقي رزاق عبد الله جمعه. حلو، الراجل بينظم اموره والخطوط بتاعته والطرق. وبعدين قال لك اما بالنسبه للجناح الايمن فاناجم وزيزو.
ونجم وزيزو طبعا قدام مفيش غير حيلة اللي هو سيف الجزيري واخونا عمر السعيد، هم دول الايه جزء الامامي القلب الهجوم. خلاص كده انتوا عرفتوا الزمالك خطته ايه، الجناح اليمين زيزو ونجم ومعه حسام اشرف لو احتاجوه، اتنين في تحت راس الحربة اوباما شيكابالا مصطفى فتحي، ناحية الشمال عند اخونا بن شرقي، بن شرقي رزاق عبد الله جبعة، ادي الطقم الامامي يا جماعة في الزمالك. تمام اعدهم تاني عشان تبقوا عارفين، زيزو وأناجم ومعهم حسام أشرف، أدي تلاتة. والناحية اللي في الوسط اللي تحت رأس الحربة أناجم آسف أوباما وشيكابالا ومصطفى فتحي، والتلاتة الناحية التانية رزاق سيسي وبن شرقي وعبد الله السعيد، واتنين قدام مين؟ عبد الله آسف جمعة، واتنين قدام عمر السعيد و سيف الجزيرة. يبقى دي 2 و9 11 لاعب خلاص. وتنزل بقى تحت الرباعي المعروف على الدايرة، طارق حامد، إمام عاشور، أوروقة، محمود عبد العزيز، وترجع الجزء اللي ورا عندك حمزة المسلوسي وحازم إمام وعبد الغني ومحمود علاء والوينش وحسام عبد المجيد، والناحية التانية هيبقى الثنائي المهم جدا عبد الشافي وأحمد فتوح، وطبعا رقم واحد دلوقتي أبو جبل ومعاه محمد عواد. السكوادة دي مش وحش، حلو، اسامي حلوه جدا تقدر تخلي الزمالك ياخد افريقيا. وبالمناسبه لو بتسالوني انا بقول لكم ان بنسبه 100% من وجهه نظري طبعا ان الزمالك في نهائي افريقيا الموسم اللي جاي ومعاه الاهلي. هل الزمالك وقتها ان حدث هذا الامر هياخد بقى حقه، ولا النادي الاهلي ياخد البطوله 11 من الزمالك وتبقى البطوله الثالثه على التوالي؟ الله اعلى واعلم. لكن انا توقعي ان لو ما التقوش في الطريق في دور 8 ولا دور قبل نهائي يبقى الاهلي والزمالك هيكونوا في الايه النهائي. تمام، دي حاجه. ومناسبه حازم امام وقضيه حازم امام ومشكله حازم امام، الكابتن حسين لبيب طلب من امبارح طلب من المندوب الحسيني حسام المندوب الحسيني تقرير اداري عن الامور الاداريه والخاصه بالموضوع ده، وثم طلب بقى تقرير جديد النهارده من كارتيرون يكتب عن كل الأحداث اللي حصلت في كارترون والأزمة، وهل هناك أحد أخطأ في حقه، ولا اللي حصل ده نرفزة ملعب وحزن من عدم المشاركة. دلوقتي مصير حازم إمام متوقف على كلام كارترون. بمناسبة كل اللي الناس بتقول أن كارترون في الوقت ده ما كانش موجود في أوضة اللبس من أساسه، كان في المؤتمر الصحفي ومن سما ما شافش حاجة، أنا ما عرفش هيكتب إيه. لكن انا بقول لكم انه حازم امام مش هيتعاقب عقاب شديد. وحتى امبارح ما قلت على خطى جنش كان الغرض ان راجل غضبان من المشهد، لكن لو اطمأن كارتيرون انه ما كانش الاعتراض عليه وانه كان عدم رغبه وحماسه في انه هو يشارك وعشان كده زعلان، وروح المشاركه هي اللي كانت طاغيه مش روح الخناق، فما فيش اي مشكله وموضوع حازم امام هيعدي ان شاء الله. بمناسبه كارتيرون، كارتيرون وحسب ما عرفت قال لي محمود علاء انه معجب جدا بادائه الفتره دي وادائه في الملعب وفي ماتش كينيا وكمان التدريبات ما قبلها، وانه اذا استمر بهذا الشكل فسيكون حاجزا لمكانه بجوار محمود حمد الونش ويعود مره اخرى للتشكيل الاساسي محمود علاء. طبعا انا اتمنى ان يكون محمود علاء في احسن مستوى ومعاه الونش ومحمود عبد الغني وحسام عبد المجيد، والرباعي ده مهم جدا لان مسيره الزمالك السنه دي طويله وعندهم قصص وحكايات كتيره. تمام، ومن ثم الراجل بيقول لمحمود علاء استمر بهذا الاداء بهذا الاسلوب، وانك وقتها مش بس هتكون مدافع الزمالك الاساسي، بل انت سوف تذهب الى المنتخب. دي وجهه نظر كارتيرون، لكن عشان تعمل ده لازم الاستمرار في الاداء اللي انت بتعمله ده بالاضافه للتركيز الشديد. انتوا عارفين طبعا انه محمود علاء في الفتره الاولانيه بتاعت كارتيرون كان رقم واحد مش محمود الونش، وانه كان مستواه بالنسبه كان يحط محمود علاء وطارق حامد ومصطفى محمد دول اللي هم يحطهم ومرتاح. تمام، ويضيف بقى شويه بن شرقي وساسي، لكن
وكلبه جبل. فمحمود علاء يرجع ليه بقى، يرجع لمحبه كارترون، وكارترون يقول له كمان انت هتكون الاساسي. ودي رساله قويه جدا من كارترون لمحمود علاء، نتمنى محمود علاء يستمسك ويتماسك كده ويمسك الفرصه عشان يخلص الايه الامور ويستمر في الملعب ان شاء الله. عمرو المطراوي كان بيدرب مجموعه من اللعيبه هنا في الزمالك، ما راحوش مع كارترون، كان مصطفى فتحي وعمر السعيد ونجم ورزاق السيسي وايمن حفني. كتب تقرير قال اشاد به بصراحه بتنظيم باللعيبه وانتظام اللعيبه وحالتهم الفنيه والبدنيه العاليه، الى جانب انتظام رزاق في برنامج تاهيلي والامور كلها بالنسبه له تمام التمام التمام. الراجل ايه انقذهم، يعني لو كان حد عامل كده ولا كده كان هيبقى فيه قرار من كارترون. قال لك لا، عملوا افضل اداء والتزموا التزام كامل وكلهم التزموا بالبرنامج اللي كان محطوط ومفيش حد عنده اي مشكله. نروح بقى على طول الى شيكابالا وعقد شيكابالا. الكابتن حسين لبيب ولجنه الزمالك قررت فتح تحقيق في عقد شيكابالا وفهم الموضوع بتاع لشبونه، وايه الحكايه؟ ايه الكلام اللي بيتقال عن انه شيكابالا كان المفروض يكون على الورق ان هو دفع من مرتبه او العقد بتاعه في اللي كان محطوط له كراتب عشان يدفعوا لمين؟ لشبونه، وكانت تخصم الفلوس من شيكابالا، لكن اكتشفوا ان هو ما بتروحش لشبونه. عشان الامور تبقى واضحه الكابتن حسين قال لك لا، هنحقق ونقرا ونبحث ونشوف الاوراق، لو في اي مشكله في عقد شيكابالا في الجزء المادي ده هيبعتوا تقرير فورا للجهه الاداريه ومن ثم الى النيابه العامه للتحقيق في موضوع وفي التحقيق في عقد شيكابالا مع لشبونه. وايه القصه؟ هل فعلا شيكابالا دفع الفلوس عن طريق ان المرتب بتاعه كان بيبقى 1000 جنيه في والفلوس اللي كانت مقسومه له كانت بتروح لشبونه ال 500,000 دولار؟ عقد لشبونه مع الزمالك 500,000 دولار يدفعهم الزمالك، وعن كل سنه تاخير 100,000 دولار، زي ما بقى له 3 سنين ما يدفعش بقى 300,000 دولار، و500 بقى 800,000 دولار. المفروض يقال ان العقد ده المفروض اتدفع على الورق، لان شيكابالا ما خدش مقابل في من الزمالك في اطار ان المقابل اللي كان هياخده ده يروح لشبونه، لكن ما الكلام انه ما حصلش. عشان كده حسين اللي بيقول لك ايه، مش هنقعد بقى في كلام، الورق اللي يقول، الورق اللي يقول. فدلوقتي الزمالك قد يحول عقد شيكابالا مع لشبونه الى النيابه العامه، لكن في انتظار انتهاء التحقيقات وقرار الجهه الاداريه في هذا الامر. تمام، اشوفكم على خير في اللي جاي، ولا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل جرس التنبيهات وزي كل ادنى شك، فضلا منكم وليس امرا مني. السلام.